العين انتصر لكن المسافة طويلة يا زعيم. الملك التعت. الوصل يحقق ثالث انتصار على التوالي، وقطار الضفرة يتوقف بعد ثلاث نجاحات. أخيرا فاز دبا، حقق الانتصار الأول له منذ الأسبوع الرابع. مساء الخير. في ليلة دبي العالمية وفي كأس دبي العالمي كانت الصورة من خيال في مساء إماراتي خالص. مساء صبغ بلون الذهب بريشة الشاعر ببأس الفارس، فارس العرب الذي لا يبارى، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كان أسعد البشر الليلة. الخارق ثندر سنو يحقق كأس دبي العالمي، إنجاز تحقق أمام أنظار الملايين حول العالم. ثندر سنو حقق ثنائية رائعة تاريخية سطرها هذا الخيل الخارق في مضمار ميدان الليلة. صورة التتويج كانت خيالية في حضرة من علم الخيل التحدي محمد بن راشد. دبي والكأس ثالثهما يا سادة. السبوسي هكذا الانطلاق أيها السيدات والسادة مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء، مونديال غير في كل الأعوام وعوايد دبي كاسش حماسي هقاوي الأبطال تحطيم الأرقام ودبي ميلينيوم لا يزال القياسي. هكذا الانطلاق كما نشاهد الآن لنورث أمريكا بالفل ومن ينطلق في المقدمة ومن خلف مباشرة ثندر سنو. هكذا إذا ما استمر كابيزانو إذا بالفعل المرشحين الثلاثة متواجدون بصحبة من؟ غورنوسكي. هل سيستمرون هكذا؟ سنشاهد سنتابع متابعينا الكرام. نيوتريلز على رابع المراكز، تراجع لكابيزانو إلى المركز الخامس بينما تقدم كذلك ما نشاهد الآن بالنسبة لإكس لورد. إذا هكذا تسير الأمور، يتقدم غورنوسكي لغاية الآن بهذه الصورة وبالتالي أداء كبير. إذا خطير بكل المعايير أوشن ميرفي بشعار فينيكس للتأجين بينما من خلفهم يأتي ثندر سنو لغاية الآن بهذه الصورة. ولدينا كذلك أيضا نورث أمريكا، شوفنا كابيزانو. نورث أمريكا ما زال بالفعل يمسك بالزمام وبالتالي ثندر سنو إذا ما فاز فقد حطم ودخل التاريخ. ولكن أيضا لدينا غورنوسكي بهذا الأداء بهذا البحث بهذا الانقضاض بهذه الصورة، خطير خطير، يذهب لبطولة كأس دبي العالمي وبالتالي ثندر سنو. ولكن لدينا غورنوسكي سالم بن غدير، ثندر سنو قادم هيمنة، ثندر سنو يأتي ولكن ما زال غورنوسكي، ما زال الاقتتال من أجل كتاب التاريخ. ثندر سنو ثندر سنو من علم الخيل أن باسمي تناديني وأني إذا جيت من البعد تلقاني تفرح بقربي.
تمدحني وتحييني وإن غبت عنها على نار الترياني تدرك وجودي وتعرفني وتغليني وتبشني وبس قاصرها التحفاني وتحس بي وشعور تشمم يديني يا كأنها في المشاعر نفس الإنسان كتماني مضمر الظبي فيها وصفه محيني وعدوة الذيب في غفلة على الضاني مشدودة الجلد محسوبة بتمكيني سير في حيني عقب التعب ترجع أنشط من الذي كاني انصب في السير صب الماء بتعيني شلال من راس طلعي صب عجلان ألف مبروك للإمارات، ألف مبروك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاتم دبي رعاه الله. هذا الفوز التاريخي الثاني على التوالي لثندر سنو، هذا الفوز الكبير والأداء الرائع لهذا
لهذا الخيل الخارق الذي حقق فوزا كان مثيرا جدا في ليلة رائعة، ليلة سطرها ميدان لأمام أعين العالم بأسره. بكل أمانة كانت ليلة رائعة قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة كعادتها. أنا دائما أقول بأن دولة الإمارات لا تنظم أي فعالية لمجرد التنظيم فقط، وإنما تنظم للإبهار. كل عام يأتي كأس دبي العالمي ليبهرنا بكرنبال بمهرجان أفضل من السنة التي قبلها. ألف مبروك للإمارات، ألف مبروك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ألف مبروك لكل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية وهذا الحدث العالمي الرائع الذي جمع أفضل الخيول وأفضل الملاك وأغلى سباقات العالم على الإطلاق في للخيول. كانت قناة ياس ناقلة هذا الحدث على الهواء مباشرة أو تنقل هذا الحدث واستعدادات لهذا الحدث منذ أسبوع. يعطيهم العافية طاقم قناة ياس على نقلهم لهذا الحدث. نحن من هنا من منبر جيم أوفر نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ونبارك لشعب الإمارات هذا الإنجاز التاسع لخيول الإمارات في كأس دبي العالمي، الثاني على التوالي للخيل ثندر ستور. منو فيكم شاف السباق؟ نعم. من اللي شاف السباق؟ شفنا السباق. ها. كنا شفنا. شفنا اللحظة الختامية. أروع. الفوتو فينيش. نعم. طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نبارك ونهنئ أول شيء لشعب الإمارات. للجميع. رئيس الدولة. لأن السباق باسم دولة الإمارات. فإذا رئيس الدولة أول شخص نحن نبارك له ونبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مبارك الشيخ محمد بن زايد، الشيخ حمدان بن راشد، حمدان محمد، نبارك للجميع. يعني زي ما تفضلت لأول مرة حصان مرتين وثالثين نفوز، هذا شيء صعب 24 خلال 24 سنة. فنعتقد نبارك الشيء بعد المهم، نبارك لمدرب المواطن سعيد مسرور، هذا المدرب اللي أبهر العالم في سباقات الخيول. كذلك المركز الثاني مدرب مواطن كذلك سالم بن غدير. أنا أعتقد يمكن أستاذ حامد لما أنت تتحدث لو عندك 20 وزارة سياحة في أي مكان في العالم، الدعاية اللي تحصل أنت الآن في هذا السباق لا يمكن تحصلها في أي مكان في العالم. الإبهار، التنظيم، النظام داخل السباق سنويا، مهما أنت عملت ومهما تريد تعمل الآن اسم دولة الإمارات ومدينة دبي في كل مكان من خلال السباق. ويا فرحتنا احنا انك انت تنظم وتنظيم جيد ونظام جيد وعلى مستوى العالم والمركز الاول وتتوج بفوزك بالسباق. انا اعتقد الاغلى على مستوى العالم. اعتقد هذا الوجه الاخر للرياضه. نحن نقول مهما صرفنا احنا على الرياضه لكن في جهه في وجه اخر للرياضه، لو الدعايه لو دائما احنا والعرب اصلا هذا ارث تكلم عنه حتى ايام تكلم عنا الشيخ محمد بن راشد، حتى ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا الخيول الى حتى ايام العربية. حتى ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك سباق للخيول وسباق للابل في خاصه في الاعياد وفي المناسبات. فانا اعتقد احنا في دولة الامارات اليوم ما في واحد مش سعيد اليوم اعتقد بهذا الفوز الكبير. فانا اعتقد نبارك للجميع في هذا الفوز ان شاء الله. طيب هل عندك كلمه ولا نروح للمباريات؟ يعني خلنا نقول نفس ما تفضل الدكتور اليوم ثندر سنو يصنع التاريخ كأول خيل يفوز مرتين متتاليتين بلقب سباق كأس دبي العالمي. فأكيد مبارك لشيوخنا، مبارك خاصة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اللي دائما يتكلم عن المركز الأول. اليوم شاهد أنت كيف أنه مع هذا الحصان قدر أنه يحافظ على المركز الأول. اليوم كم بهذا الإنجاز الإمارات يتردد اسمها في كل العالم، في كل أنحاء العالم، في كل الوكالات العالمية، وكالات الأنباء، في التلفزيونات اللي كانت يعني ناقلة للحدث. اليوم هناك أيضا ننسى أن في ملاك كبار وملاك داخلين تحدي كبير أن يبون يأخذون هذا الكأس من دبي من أمريكا ومن اليابان، لكن الحمد لله حكمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كيف قدر يحافظ على هذا الإنجاز. اليوم صعب أنك أنت تحافظ مع خيل على إنجاز مرتين متتاليتين، هذا شيء يعني يسجل. يعني الخيل هذا صنع التاريخ بحكمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. أنا أقول الله يديم الأمن والأمان على دولة الإمارات ويديم الأفراح والإنجازات بفضل حكومتنا، الله يطول بعمارهم ويحفظهم دائما، هم المثال الأروع لنا كمواطنين وك
اي شخص يعيش في دوله الامارات. الله يديم الافراح ويديم هذه الانجازات. استاذ حمد بعد نقطه بعد عشان تشوف التنظيم، وانا اقول لك النظام والدعايه للرياضه. نحن قبل اسبوع كان ختام اصحاب الهمم. كم دوله كان متواجد في دوله الامارات؟ كم عدد كان فوق 7000؟ فاذا اكثر من 7500. شوف التنظيم كم كان رائع، شوف كان حفل الافتتاح. انا اعتقد كان دور كبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه في مناسبه اصحاب ما شاء الله. ما شاء الله دوله الامارات يعني الحمد لله من بدايه من شهر 10 من نهايه 10 تقريبا الى بدايه 4، هذا يعتبر موسم الاحداث. الاستضافات في كل المجالات، ليس فقط في المجال الرياضي، لكن دائما الاحداث الرياضيه احداث عالميه من خلال حامد الاشياء الانسانيه. يعني انت الان شوف احنا كدوله الامارات شعب الامارات كيف كانوا في اخر يعني قبل اسبوع. يعني هاي الاشياء الانسانيه مهمه ترى. صرنا نطلع من حدث وندخل في حدث اسبوعيا. يعني كل حدث اعتقد البدايه واكبر من الحدث السابق. يعني البدايه اعتقد دائما تكون الفورمولا 1 او في قبلها حدث قبل الفورمولا 1. نبدا في سباقات من او في احداث رياضيه. يا اخي اليوم تنس الارضي ما شاء الله كل شيء كاس دبي العالمي للتنس وكاس دبي وكاس العالم للانديه كاس العالم للانديه وكاس اسيا الأولمبيات الخاص بطولة مبادلة للتنس كاس يعني كاس الخيول عندك أكثر من 200 جنسية أستاذ حامد. أنت الآن إحنا يعني الشعب الإمارات الآن الكل يشيد فيه، الكل حذك دولة الإمارات. يعني إحنا ناس يعني عندنا المسالمين في كل شيء. إحنا الآن كل الشعوب يحبون دولة الإمارات. والأمن والسبب أنك الأمن والأمان هذا أهم شيء. وهذا طبعا من قيادة رئيس الدولة شيخ محمد بن زايد شيخ محمد بن راشد. أنا أعتقد الكل هنا سعيد في دولة الإمارات بإذن الله. الله يديمها السعادة هذه. نذهب إلى فاصل مشاهدينا الأكارم، بعد ذلك نعود لندخل في تفاصيل ما تبقى من الجولة 18 لدوري الخليج العربي. ابقوا معنا. التجمعات الدولية حول العالم، رالي أبو ظبي الصحراوي الأسطوري يعود مع 5 أيام من رياضات المحركات حول إمارة أبو ظبي. تقارير يومية لتغطية شاملة. رالي أبو ظبي الصحراوي 2019 مباشرة في هذه الأوقات على أبو ظبي الرياضية. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الأكارم في حلقة الليلة من جيم أوفر، حلقة ختام الجولة 18 من دوري الخليج العربي. قبل ما ندخل في المباريات دعوني باسمكم جميعا باسم الضيوف اللي موجودين في الاستديو أرحب بالكابتن رضا براوي. مساك الله بخير كابتن رضا. الحين يقول ليش ما رحبت فينا؟ مساك الله بالخير. مساء النور ويا مساء النور. مساء النور. فكرت بشروح واحنا الحين خلصنا. طيب نذهب إلى العين، حيث استطاع الفريق العيناوي تحقيق النصر على حساب الفجيرة أصحاب الأرض الذين
لم يقدموا شيئا يذكر هذا الموسم في المسابقات المحلية. العين كسب نقاط انفجارة، إلا أنه ليس العين الذي نعرفه حتى هذه اللحظة. انتصر العين ولكن الطريق صعب هذه المرة أيها الزعيم. تفوق العين على الفجيرة هذا المساء، إلا أن الشارقة ابتعد في مساره، ابتعد في صدارته، دورين في كل عصوره، لطالما كان محتدم الصراع حتى آخر أنفاسه، إلا أن الرحلة هذا العام بادت صعبة على الزعيم. الليلة قدم العين مباراة مميزة، كانت كل الخطوط في يومها، هاجم وباغت وسجل برغبة الفريق العتيد وبقوة العين التي تعرف طريق المرمى. أما الفجيرة فهو لا يزال في منطقة الخطر، المنطقة التي ترعب كل الفرق، ترتيب متأخر ووضع مزعج. حاول هذا المساء على سد هزاع بن زايد، إلا أن الأمر كان صعبا في حضرة الزعيم لتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن الفجروية. العين نال النقاط الثلاث، ولكن المشوار بعيد عن الزعيم هذه المرة. نعم، هي ثلاث نقاط للعين، ثلاث نقاط أبقت فارق الثمان نقاط بينه وبين المتصدر الملك الشرجاوي. لكن بالنسبة لي الفوز تقدر تسميه فوز حزين بالنسبة للعين. حسيت إن فيه ما في بهجة في ملعب الاستاد هزاع بن زايد، حتى ما في فرحة الفوز، حتى في أداء الفريق ليس هو الأداء السريع الأداء الممتع بالنسبة للعين. نعم هناك ربما تكون ظروف سيتحدث عنها الكابتن معتزل، لأنه قال كلمة أو قال ليها تحت الهواء أن العين يلعب أمام ظروف صعبة جدا، لكن ما زال مش بحجم اللاعبين اللي موجودين على أرضية الملعب، بالرغم من أن الفجيرة كان مستسلم من الدقيقة الأولى للعين، استسلم، لكن ما زال تحس أن العين ما راح وسجل خمسة أو ستة أهداف أو حاول أنه يزيد الغلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام العين يأدي الواجب، لكن مو بالأداء المقنع، بس هو يؤدي الواجب عليه اللي هو ملاحقة المتصدر. الإقناع في بعض الأحيان ما يعني من 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 فريق مثل العين ما يكون مطلوب في كل الأوقات، لأن الوقت اللي مر فيه العين الحين حاليا يعني في مهاجمة، في من الجمهور، في هجوم شرس على العين، خاصة في ستة وسبع لاعبين ما جددوا عقوداتهم، التركيز خارج الملعب. بس الإبقاء في المدرب، النقطة اللي هي الحلوة في المدرب أنه يحاول بزج بعناصر شابة، أنه يبعد على الأقل العناصر اللي هي يعني متأثرة بهذا الشيء تكون بعيدة عن الموضوع. فاليوم الزج بكذا عنصر مهم في العين، مثل اللاعب سعيد اليوم شفناه، سعيد مصبح محمد، عندك اليوم شفنا روبن، يعني قدم لو أداء بسيط اليوم، كان ممكن اليوم العين يفوز بنتيجة كبيرة بقل أداء. بس اليوم اللاعب اللي احنا نحس انه هو روح الفريق القيادي اللي تحس انه ما يتأثر بأي شيء، يعني اللي انا احب اشيد فيه شوتاني، اللاعب الياباني، بأمانة هذا اللاعب يمكن اللاعب الوحيد لو خرج من العين انا بكون فعلا حزين. شوتاني دخل فترة ستة اشهر، بيرك دخل فترة ستة اشهر، حامد هذا اللاعب تحطه في كل مكان، يعني هذا اللاعب اللي تحطه في كل مكان يؤدي بإخلاص روح. أي نعم، روح الفريق اليوم هو، أنا أشوف أنه هو روح الفريق بعد غياب اللعيبة يعني اللي لهم تأثير ممكن النفسي تحس أنه واحد من الأسرة، تحس أنه يقاتل لأجل الفريق. فاليوم إحنا هذه نوعية اللعيبة اللي إحنا نطالب يكون يعني متواجدين في دورينا أو في أندية مثل هذه الأندية الكبيرة. فاليوم العين ما يفرط في هذا اللاعب، هذا الشرط الأول، اللاعب هذا بالذات. اليوم المدرب بدأ يكتشف بعض العناصر، بدأ يعطي الثقة لبعض العناصر، لكن هذا يعني مو بكافي من المدرب أنك تقيمه في المرحلة، لأن مرحلة صعبة أنا أشوفها للعين. رضا، هل تعتقد بأن الأداء الذي شاهدته سواء من لاعب العين أو من الفريق بشكل عام هو أداء فريق استسلم بأن أو سلم اللقب، سلم الدرع للشارجة؟ شوف، أنت تفضلت أول ما بديت في الموضوع وحكيت على العين. العين 18 جولة اليوم لعب بالنسبة لي أنا، وهذا رأيي الخاص ونحترم آراء الآخرين، غير مقنع. يعني فاز في تقريب العين في 12 جولة، ولا فوز كان مقنع بالنسبة لي أنا.
مؤشرات من أول الموسم ما هو نادي العين اللي تحسه فمك الصلابة وفمك الروح. الحين جينا لهالمشكلة اللي حيحكي عليها أخويا معتز. أخويا معتز هو أنه هاللعيبة متاع الستة شهور، هالفترة متاع الستة شهور أنا بصراحة نقولها خاصة اللعيبة لجانب أقولها وأتحمل مسؤولية كلامي، واحد زي كايو هذا لاعب غير محترف وعيب على الشيء اللي قدم فيه. ليش؟ أقول لك ليش. الاستعراض طالب 2-1 حب يحاور الحارس والكرة سهلة باش يحطها في الشبكة ويطمن المباراة ويطمن على 3 نقاط، حب يستعرض ويحاور الحارس فك الحارس منه، جاء ثاني اللي هو روبن الجديد نفس الشيء حب يحاور الحارس وتصير كرة مرتدة شوية لعدلوا النتيجة. لابد تحترم الفترة اللي تلعب فيها، وإذا نحكي على أي لاعب اللي في باله اللي يخلص 6 شهور وتخلوا باش السنة الجاية رايح، لا لابد تقوم بواجبك لآخر لحظة. فما شعار متاع نادي لابد تحترم النادي، ما تلعب لاسمك. فما ناس مقهورة جالسين قدام الشاشة وفما ناس مقهورة جالسين في المدرجات باش أنت تعمل مزاجك وتلعب زي ما أنت عايز، عدينا لك في الدوري. لكن اليوم مباراة اليوم كثر لها، لو تعاود تشوف تقريبا بقي 10 دقائق ولا 8 دقائق وجات الانفراد مع الحارس كلها في الشبكة تحطها وتنتهي اللعبة وتضمن 3 نقاط. لما نسمع أنا الأخ إسماعيل أحمد برافو عليه الحين فارق 8 نقاط ويقول لك احنا لابد أي نقطة نخسرها نضيعوا الأمل متاع الدوري. إذا العقلية متاع إسماعيل أحمد عقلية هذه وكايو بعقلية أخرى وروبن بعقلية أخرى والآخر درب عقلية أخرى مش معقولة. نحترمه نحترمه ولو أنت ربي سهل عليك وباش تغادر الفريق، خويا قم بواجبك واحترم الناس. اليوم لو تعادلت العين باك الكورة هذيك اللي ضايعها كايو وزاد عليها روبن، أنا أقول لك بصراحة هذا طبعا الجماهير أنا لو جيت عيناوي اليوم وتعادل العين نعمل مشكلة، لأنه يعني ماهوش معقول باش لاعب يلعب على مزاجه هو يلعب لنفسه وناسي مصلحة الفريق. أنت اللي حطيت اللاعب هذا وحطيت مصير الفريق بيده، أنت اللي حطيته كإدارة. لا أنا أنت اللي خليته يوقع، أنت اللي وقعت خليته يوقع مع فريق ثاني وقلت تم وياي. لا مع السلامة. أيوة مشي برافو عليك. إيه لكن سمحني إذا أنا محتاج لك يا عامد وعندك مزاج عقدك معناتها 6 شهور تخلص فيهم ولا لا؟ أخلص فيهم نعم يعني موليك ما دامك تلعب وتتمرن وتخلص قوم بواجبك. أنا هذا شو نقول. طيب. نحس في الفريق في شوية تسيب من الناحية الفنية، نحس في كأنه الفريق مش مستهتر أكثر من لازم، وهنا يعطي المؤشر هو أنه نادي العين سلم في البطولة، يسلم في البطولة. لكن لما نسمع قائد الفريق أنا بعد المباراة وتصريح قائد الفريق إسماعيل أحمد قولوا برافو عليك طالما فيه نقاط في الملعب يعني ما 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 يعني يصير. انا نتذكر 2009 2010 نادي الوحده اخذ الدوري، الجزيره ب 12 نقطه كان فارق على الوحده والدوري اخذها الوحده. كوره هذه كوره قوم بواجبك. انا اللي نلوم خويا حامد اللي عنده عقده ما يقدم ما دامك موجود في النادي وتلبس في شعار النادي تقوم بواجبك. طيب نشاهد حديث محمد عبيد حماد مشرف الفريق الأول في نادي العين ثم لنا عودة. فوز مهم اليوم للعين 3 نقاط، حافظ على فارق النقاط بينه وبين الشارق المتصدر وفرصة العين استمرارية في المنافسة. نعم الحمد لله، يعني 3 نقاط مهمة في سبيل مواصلة الحصول على النقاط والمنافسة، وإن كان فارق النقاط نوعا ما شوية يعني كبير،
ولكن ما دام الحساب حسابيا كنقاط موجوده في المنافسه فاحنا بنلعب ان شاء الله لاخر امل في هذا الشيء. حاطين فرصه انه ممكن العوده الى الدوري مع فارق النقاط ولا استسلمتوا ان الفارق خلاص ان الدوري؟ لا ابدا، هذا العين قبل كل شيء، يعني هي نتيجه مباراه. احنا دائما نواجه صعوبه جدا ما بعد فتره التوقف وذهاب اللعيبه للمنتخبات والفيفا دي، نواجه كثير من 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 الصعوبه للعوده للمنافسه بحكم يومين ثلاثة ايام اعتقد ما تكفي لعوده اللاعبين للانسجام للتجهيز لخطط المباراه، ولكن اللعيبه اليوم كمردود النتيجه بالنسبه لهم ظالمه، هي كثلاث نقاط اوكي شيء طيب، لكن كمحصله اهداف خلاف ان الحكم ايضا الغى هدف صحيح للعين، لكن كان لازم الفريق كان الفريق يستحق ان يطلع بنتيجه اكبر. بس حتى اليوم مع التقدم بهدفين الفريق يمكن نوعا ما خف رتمه او نقدر نقول استهتر نوعا ما بالنتيجه قبل ما يتسجل انفجار تقليص الفارق. طبيعة لاعب الكرة عندما يشعر أن المباراة محسومة شوي يعني ما يكون بنفس الجدية ونفس الرغبة اللي تخليه يعني يقاتل لآخر لحظة، ولكن في نهاية المطاف الحمد لله أن الفريق طلع فايز في هذه المباراة. الملف اللي يطوى على السطح الآن عقود اللاعبين اللي انتهت وما صارت تجديد معهم ودخلوا فترة 6 شهور، شو ممكن اللي يصير في هذا الملف للساحة الرياضية؟ شيء طبيعي ان الامور هذه تثار كون ان العين نادي كبير ايضا وفي نفس الوقت ايضا يضم لاعبين فعلا دخلوا 6 اشهر، لكن احنا علاقتنا مع اللاعبين ايضا يعني متواصلين دائما في كل يوم، اللاعبين هذا الملف مطروح للحل ان شاء الله عما قريب بالتوافق مع اللاعبين فيما يخدم مصالحهم وفيما يخدم مصلحة النادي إن شاء الله. التأخير هذا مو متخوف إنه ممكن حد من اللعيبة إلى عروض ثانية ويروح؟ أكيد اللعيبة مثل لعيبة العين لهم عروض يعني. نعم كثير، نعرف إن كثير من الأندية دخلت على اللاعبين، ولكن أعتقد إنه أيضا كل لاعب يتمنى يكون تواجد في العين. نهاية المطاف اللاعب ينظر لمصلحته، والنادي أكيد إن شاء الله أيضا هو متمسك باللاعبين، كذلك اللاعبين أبدوا رغبتهم بالاستمرار. وعدنا خير مثال يعني السنة الماضية أيضا إسماعيل ومهند حتى بدون عقد راحوا المعسكر وفي نهاية المطاف واصلوا مشوارهم مع الفريق، نتمنى يكون اللعبة الثانيين أيضا يكونون على نفس المنوال إن شاء الله. دكتور الفجيرة، هذه الخسارة وضعت الفجيرة على بعد أو أبقتها على بعد نقطة واحدة من الهبوط، على بعد 5 نقاط من دبل الفجيرة اللي حقق الانتصار اليوم واللي يعتبر أكبر الكاسبين في قاع الترتيب. هل تعتقد أنه كان بالمكان أفضل مكان بالنسبة للفجيرة اللي كان مفترض أن يستغل الحال اللي تكلم عنها كابتن معتز أن العين مش في أفضل حالات، العين مش في أفضل مستوى، ما راح تلقى فرصة أنك تفوز على العين مثل فرصة اليوم بالنسبة للفجيرة، مع ذلك استسلم وسلم المباراة من البداية. هل يعقل بأن فريق حتى الدقيقة 70 طلعت إحصائية في الشاشة، إحصائية المباراة في الدقيقة 70 فريق مرر 72 تمريرة، فريق الفجيرة 72 تمريرة خلال الكامل كل الفريق خلال 70 دقيقة، يعني بمعدل تمريرة واحدة في الدقيقة. شوف الفجيرة طبعا الآن موقفهم خطر جدا خاصة بعد فوز اليوم دبل الفجيرة، أنا أعتقد الآن في النهاية ترى قدرات فنية بين اللاعبين. لاعبين العين يعني اليوم ترى حصلوا فرص كثيرة. إي بالضبط، العين يعني كان ممكن يكون مهرجان الأهداف، ولكن تألق الحارس أنا أقول لك، كل ما يعني يجب أن احنا نعطي الحارس حقه اليوم، عبد الله اليوم تألق اليوم في فرص كثيرة يعني وأهداف. لكن مع هذا هم حصلوا فرص الفجيرة، وكان ممكن مباراتهم تتعادل زي ما قال كابتن في النهاية. آخر شيء كان ممكن يعني. لكن هذا الاسترخاء من اللاعبين أو اللاعبين العين كانوا متوقعين ممكن يفوزون في أي وقت أثناء المباراة، لأن بصراحة أقول لك الفروقات فردية كبيرة بينهم من ناحية المهارة، من ناحية اللعب الجماعي، من ناحية الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول. أنا أعتقد الفجير الآن لابد أنه يفكر تفكير في المباراة القادمة مع كلبة عند المباراة القادمة. خسارة أنا أعتقد اليوم دبل الفجيرة بعد فوزهم اليوم أنا أعتقد حتى أكثر من نادي ممكن يكونوا في خطر بعد خسارة المباراة القادمة. الفجيرة يحتاجون، أنا أعتقد بعد ما جاء الدكتور عبد الله مسفر أول مبارتين
كان يعني هزام ثقيل يعني، لكن الان شكل الفريق افضل من اول مبارتين، لكن البدايه كانت قويه للفجيره، اول دوري لعبوا مباراه كبيره يعني. غريب غريب اللي صار، الهبوط هبوط غير طبيعي لهم. انا اعتقد الان يحتاجون الى عمل كبير كبير لرجوع الفريق. طيب ياسر، الفجيره اعتقد يعني اعتقد الاداره باختياراتها واتخاذاتها بعض القرارات هي وضعت الفريق بهذا الشكل. يعني كثير من الامور تكلمنا عنها، خصوصا ملف الاجانب، شاهدنا هناك يعني اختيارات عشوائيه، ثلاث لاعبين يعني يلعبون في نفس المركز بنفس الرجل وبعدين يتغير، ياتي مثلا ارتكاز كوري يلعب مباراه ينشل، ما في صبر. الفريق صحيح يمكن في مباريات كان من افضل الفرق اللي يعني تغلب تاخرها، تسجل في الدقائق الاخيره، لكن هناك بعض الامور اللي يجب كانت على الاداره تتعامل معها بهدوء. انا اعتقد الاداره ما تعاملت بالشكل المطلوب مع الفريق. اليوم شاهد انت الفجيره في المباريات اللي يلعب فيها الاخيره، ليش ما يفوز؟ لانه دائما يجازف فاتح الملعب، ما ينتلف في البدايه امن الدفاع. اليوم انت عندك واحد من افضل اللاعبين هداف الفريق بنيطو يدخل كاحتياط، فلما انصاب لاعب دخل هو كبديل له وهو هداف الفريق، في حين ان سامويل جبرائيل لعب كل المباريات ما سجل جول ولا يقدم اي مستوى يفرق مع الفريق. فاليوم الاختيارات لهذه المباراه ما اعتقد انها كانت يعني جيده. ممكن صحيح ان اليوم الفجيره وضعه سيء، لكن هو عنده مباريات مباشره مع الفرق اللي تنافس معاه على بهذا المستوى يخسر منهم كلهم. ما انا معاك، اليوم يجب انه يكون العمل افضل، يجب انه المدرب في البدايه يلعب للتامين الدفاعي، الهدف ممكن تسجل بكورنر فاول، عندك انت الامور هذه اللي يمكن في فترات بدايه المباراه كان الفجير يوصل الى مرمى العين، لكن بنيطه ما كان موجود. يمكن مباراه الدور الاول انت شاهد الدكتور 2-2 انتهت. فاعتقد شتان ما بين الفجيره والفجيره يعني امور ما بيجلس يجهز المباريات بشكل الصحيح. اما للعين اعتقد نفس ما تفضل الاخوان ما زال مستمر في المستوى المتواضع. شوتاني هو الثابت والمنقذ في الفتره الاخيره، يلعب بروح، يسجل، يبادر، يقدم الفريق احترافيه يلعب زين. بيدرو يسجل اول هدف له في المباراه الخامسه مع العين، روبيرو قصدي روبيرو. بيرغ لا يزال صايم بعيدا عن الاهداف. كايو في عالم اخر، بعيد عن ادائه، بعيد عن فعاليته، بعيد عن معاونه للفريق. لحظه أنا ياسر لحظه شوي، سوري على المقاطعه. تفضل انت، يعني خلينا نكون واضحين، لا قاعد نلف وندور على نفس النقطه. انت تتكلم عن فريق او فريق ترك مدربه يدخل فتره 6 أشهر دون ان يجلس معه ويجدد. لحظه شوي ياسر، زين ترك 9 لعيبه بما فيهم اجانب، هداف الفريق الاول وافضل اللعيبه والحارس الاول للفريق، محمد عبد الرحمن، عامر عبد الرحمن، احمد برمان، العمود الفقري للفريق كامل، دخلوا فتره 6 أشهر ما يعرفون شو مصيرهم. اوكي؟ اوكي. شو قلنا؟ قلنا المدرب وقلنا اللعيبه الاجانب بما فيهم شيوتاني. كلهم دخلوا 6 أشهر ما يعرفون شو مصيرهم، بعد نهايه هذا الموسم شو مصيري انا كلاعب؟ بتم وياك ولا بروح؟ زين. يعني اوكي؟ الشيء الثالث لاعب اجنبي كايو، انت خليته يروح ويتعاقد مع نادي ثاني وقلت له تعال العب وياي. صحيح. دومبيا اللاعب اللي بدع وياك في 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 كأس العالم، في كأس العالم تروح تحطه في الآسيوية وما تسجله في المحلية. طيب كيف تبغى الفريق يلعب؟ ما عليه. وكيف تباني أنا كجمهور اليوم واحد من جماهير العين مثلا أرضى عن اللي صاير؟ حتى لو الفريق فاز اليوم 6-7 أنا كيف أرضى؟ إذا هذا كله قدامي، هذه صورة نادي العين، هذه صورة فريق العين، هذه صورة البطل، هذه صورة وصيف أندية العالم، هذا شغله. زين. ثلاث ارباع الفريق دخلوا 6 أشهر ما يعرفون شو مصيرهم. ما عليه، أول شيء عن نقطة كايو. أنا لمت الإدارة أن كيف تجدد مع كايو وهو موقع مع فريق آخر، وأنت عندك دومبيا موجود وبيكون بعيد عن الرتم، وواضح أنه في آخر 20 دقيقة نص ساعة في مباريات اللي يلعبها الفريق في آسيا ينزل لياقيا ويتبدل، وهو واحد من أهم اللعيبة، خصوصا أن عندك أنت مشكلة في الحالة الدفاعية بسبب يعني الله يعطي الصحة والعافية اسماعيل، يعني يحاول على قدر ما يقدر، وأيضا مهند. فأنت في البداية يجب أنك تقوي المنظومة الدفاعية. فأعتقد أنا ما أعرف كيف اللجنة الفنية والإدارة رضت حق زوران بهذا الخيار، الخيار الأسوأ للعين. زين، هذه نقطة. وذكرت أنا يمكن قبل التوقف بأسبوعين
مسألة ما حد يدري، ما حد يدري. المشكلة أنت تتكلم في موضوع ما حد يدري. تكلمنا في الموضوع، جمهور العين عارف ويعرف هالمشكلة وثاروها بشكل كبير. النقطة الأخرى موضوع التجديد. عشان النقطة لا تروح لبعيد، لأن اليوم اختيارات زوران، هل زوران درب الفريق بعد ما وقع مع اللعيبة؟ زوران هذا اختياراته، انا عارف ان اختياراته، لان هو درب الفريق لين اخر انت لما درب الفريق ويفشل وياهم بعدين تلوم زوران صح؟ لان اليوم هذه اختيارات مدرب، انت اللي فرطت في المدرب بعد اختياراته وافقت على اللعيبه هذيل. الحين اداره المدرب فرطت في المدرب؟ نعم. كيف فرطت؟ نعم فرطت فيه طبعاً. مدرب جاب لي بطوله وماشي وياي صح مع الفريق، اخليه يدخل فتره 6 شهور، ما ابدا الموسم يا رجل. لحظه تكلمنا في المشكله، ما اعرف اذا انتم متابعين ولا لا. خلينا نتكلم، خلينا نكمل كلام. زوران زوران اداره العين تكلموا معاه؟ متى متكلموا معاه؟ واخذ المعسكر اللي سواه في خور فكان؟ لا 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 لا، انا ما اتكلم. لحظه ياسر، ودخلوا على نادي ياسر، خلينا نتكلم معاهم. ياسر لما راح خيسوس من الهلال راح على طول، لان حساب بتلعب فريق اخر، مدرب اخر. مسعيد انا ما اتكلم عن هالفتره، عفوا. قدموا له عرض ووافق ويجيب واحد من اداره العين خليه يتكلم. مسعيد انا ما اتكلم عنها، تفضل. انا ما اتكلم عنها، تفضل. انا اتكلم من الصدق. انت تعرف ان هذا باقي له سنه. ما في نادي في العالم كله يدخل مع مدرب نادي كبير، نادي يبغى بطولات. ما في نادي في العالم كله يدخل مع مدرب وفي عقده سنه، ما عليه. انا على طول يبدد عقده سنه ثانيه على اساس يضمن ان المدرب هذا بيكون وفي مع النادي، بيشتغل للموسم كامل. ابو مبارك انت اليوم، احنا اللي عرفناه ان الاداره تكلمت مع زوران ويعني وعدهم ان بيكمل. ما في ما في، هل في تصريح رسمي في الاداره؟ في معلومات، ما خليك معلومات. ولا واحد طلع من اداره العين وقال نحن قعدنا مع المدرب. ما عليه، اليوم زوران هو اللي اختار خيار كايو. انا ما قلت زوران غلطان، انا اقول لك الاداره غلطانه كيف وافقت على هذا الشيء. زين اوكي، انا اتكلم عن الاداره واللجنه، وخص اللجنه الفنيه، ما خصت زوران، لان زوران روح. وبعدين نادي الاندي الكبير اللي تكلم عنها ما تعتمد على 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 مدرب. اليوم الاندي هذه هي سوت كثير من المدربين، الاندي الكبير عندنا في دوله الامارات خاصه، تجيب مدربين مغمورين وبسبب الامكانيات واللاعبين والدعم وتوفير كل شيء والبيئه البنيه التحتيه الموجوده عندنا في انديتنا. طيب. ينشهرون هالمدربين ويروحون لانديه ثانيه، واليوم شاهد وضع المدرب كان فارق بست نقاط واليوم خسر وتاخر من الصداره، مع انه عنده في الهلال كل النجوم وعنده فريقين مش فريق واحد، لكن خياراته هي اللي اخرت الفريق. يعني انت من خلال كلامك ان خروجه من العين نعمه؟ ما بسالفه نعمه، انا ما اتكلم عن نعمه، انا ما اتكلم اقول نعمه ولا مو بنعمه. اقول تراك انت توهت. لا انا ما توهت، لحظه خلني بس اكمل له. اليوم انت تبى توصل لشيء في مخك انت يا حامد، انا اتكلم عن الواقع، عن الموجود. الاداره تناقشت زين معاه ووفرت له عرض، اللاعبين اللي دخلوا واللي تكلمت عنهم صح لاعبين جيدين وكذا، وفي تفاوض حسب السقف، حسب السقف في تفاوض من فتره حسب السقف. فانا اتمنى حد من اداره العين يطلع ويتكلم. ايش قاعد اقول من الصبح؟ زين انا لحظه ياسر، انا شو قاعد، انا التفاوض مع ياسر. لا 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 ياسر، لحظه، انا شو قاعد اقول لك؟ من اللي قال لك مرضى ياسر؟ لا تقول لي معلومات على الهواء الا تكون متاكد منها وتكون مسؤول عنها. مسؤول عنها؟ لا، من اللي رفض يا اخي؟ لا لا، من اللي رفض 10 مليون؟ انت اول شيء لحظه، لا انا بعطيك، لا لا تهدي، لاعب يستلم 10 مليون يا ياسر يرضى بمليونين ونص؟ ياسر ياسر عفوا، انا هذا اللي الارقام هذه اللي تكلم عنها انت تعرفها؟ انا عندي معلومات. عندك معلومات؟ عندي معلومات. لحظه، عندك معلومات بان الاداره جلست مع زوران صح؟ تفاوض زوران اللي عندي وهو رفض، اللي عندي انه وافق واختار، والدليل اختار المعسكر وهو حط. لا تقول لي دليل ما دليل، هذه انت شوف، انت هني في تبني تكهنات بناء لا 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 على اسباب. لا مش تكهنات، معلومات. معلومات يا ياسر، ياسر في طلبات من زوران الاداره. ايوه الاداره ما نفذت الطلبات اللي هو يباها في الحاله، من حقه انه يطلع المدرب. ما عليه اليوم اي مدرب، من حقه انه يطلع ادوات. انا معك، هو طلب ياسر. يتكلم في النقطة ياسر، لكن هو راح للعرض، وبتشوف انت بكره هل بيروح العرض اكبر لفريق اخر. بغض النظر يا اخي، بغض النظر، انا ما اتكلم عن بغض النظر عن هالامور. انت تقول لي الحين معلومه ان اداره العين قدمت عرض لزوران صح؟ ايوه وافق. اوكي وافق. اللعيبه اللي قدمت لهم عروض بعد؟ قدمت عروض لمين؟ تفاوضت حق عروض مع اللاعبين. من هم اللاعبين؟ هم اللي دخلوا اضطريتهم انت. تسعه من فتره، تسع لعيبه كلهم. أيوة. قدمت لهم عروض حسب تفاوضوا معاهم. ايه زين اوكي، حسب مع معظمهم، يمكن انت قصدك واحد. لا لا لا، كلهم. انا اتكلم لحظه انا اتكلم عن خالد عيسى، محمد احمد، يا اخي تفاوضوا، شيوتاني، بيرك، ريان يسلم، عامر عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن، بندر الاحبابي، ومنو بعد؟ باقي واحد، برمان، واحمد برمان. تسعه قلت يا شيخ، تسعه لعيبه.
الإدارة إيه؟ حسب المعلومات اللي عندي من فترة وذكرتها هني أوكي تفاوضت مع اللاعبين حسب السقف. اللاعبين أجلوا أوكي. ردهم إلى نهاية الدوري أو نهاية عقدهم. أوكي هذه المعلومات من عندي أصلاً. أيوة أنا جايبها من ناس يعني قريبين من إدارة النادي. والأرقام اللي ذكرتها العشرة والاثنين مليون والثلاثة مليون هل ذكرتها؟ هذا على سبيل المثال لاعب يستلم مثلاً مبلغ معين أنت بتروح. شراك إنهم قدموا له 2 مليون. ما عليه. بناء على شو أنت؟ ياسر ما نرمي كلام جزافة. اليوم إحنا الأندية الكبيرة اللي عندنا زين مع إن أنا شوف أنا مش مع السقف. أنا مش مع السقف. أنا تكلمت سابقاً أن أنا مع ميزانية النادي. ميزانية النادي 200 مليون. خليه يصرف 200 مليون. في طيب. النهاية يجب أنه ما يدخل في السالب. زين أنا هذا اللي معاه أنك تحكم الميزانيات وما تحط سقف لأن السقف اليوم ما تقدر تتحكم لأن أنت من البداية ما سويت سقف من بداية الاحتراف. زين فأكيد إحنا عندنا يعني اختلاف في القدرات وإمكانيات بين طيب. لاعب ولاعب. زين الشيء الآخر أنت إذا تبي ثقف الأجيال القادمة في هذه الامور طلعت برا الموضوع لا ما طلعت برا الموضوع بس ارجع لي على موضوع العين موضوع العين انا خبرتك الاداره ما اقول لك انها ما تتحمل زين تتحمل اخطاء تتحمل بعض الامور اللي تكلمناها اليوم وتكلمنا فيها سابقا لكن اليوم هناك الاداره مربوطه بسقف مع اللاعبين صحيح اليوم ان هاللاعبين تسعه فترتهم تنتهي الاداره تفاوضت في فتره سابقه حسب السقف زين مع اللاعبين واليوم يمكن طلع خبر او شيء اذا تابعته ان خالد عيسى بيوقع قريب واعتقد ان 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 انت لو تشاهد العين عليه 18 هدف هو في المقام الاول يرجع لخالد عيسى طيب. زين ما كملت بسرعه ياسر زين فانا اقول لك الاداره تتحمل لكن اللي بتكلم عنه اليوم بخلاف الامور اللي ذكرتها في بدايه محوري عن العين اليوم الانديه الكبيره يا مبارك دائما تلعب تحت الضغوطات. فبشكل عام اللي لاحظه على لاعبين العين ان كان اجانب او مواطنين ما تحس انهم يلعبون تحت الضغط، تحت ضغط الشعار، تحت ضغط ان هذا النادي نادي بطولات، ما تشوف هناك الاصرار، ما تشوف هناك المجهود الكبير. ترى هذا كان سؤالي الاول التحدي. انا حسيت ان الفريق مستسلم وسلم اللقب. انا ارد لك على 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 هالكلام، اليوم يجب على اللاعبين مهما كان، اليوم انت صحيح دخلت في 6 شهور. زين بس تستلم راتبك ولا ما تستلمه؟ طيب. زين احنا اليوم نتكلم عن احترام وظيفه مقابل اجر فيجب انك تفعلها لاخر يوم في طيب. النهايه انا اقول لك الاداره عندها اخطاء وتكلمنا في كثير من الاخطاء لكن في امور ثوابت يجب ان الانديه الكبيره هذه اللاعب اللي فيها لازم يعرف قيمه الشعار، يعرف قيمه طيب. الجمهور الموجود، أوكي. يعرف قيمه الارث الموجود على 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 حمد. انا اتكلم عن موضوع زوران. شوف ما حد يقدر ينكر ان زوران عمل جيد مع نادي العين سواء في الدوري والكاس ولا وتغطيه العالم. لكن انا سؤالي زوران لماذا لم يحترم عقده؟ سلام لي يا دكتور. عقد مع نادي العين؟ طيب. 6 شهور. مع نهايه السنه؟ كان باقي 6 شهور. ايه ما له دخل. لا كان باقي 6 شهور. ما له دخل 6 شهور ولا شهر. إيه؟ انا عندي عقد مع نادي اوكي احترم عقدي. زوران هذا الكلام اللي انا قراته في الصحف وحزين خرج من العين وكذا. إيه بس هو خرج روحه دكتور طبعا خرج العقد شريعة متعاقدين كان ممكن العين قاعده يقول لا اذا في طلب النادي وهو استسمح النادي يطلعه. لا لا انا اعطيتك بس لا دكتور بس لازم تعطي الواقع اليوم زوران ما طلع على طول زوران كيف شو باقي 6 شهور ومن حقه انه يفاوض كيف يفاوض قدم الهلال له انه لحظه شويه انا عندي عقد كيف افاوض لحظه افاوض نهايه الموسم مش بدايه الموسم نهايه الموسم دكتور انت يا افاوض دكتور خليك معي انت مدرب تفاوض لا ما يفاوض انا عندي عقد معك افاوض معك ما يفاوض اضمن مستقبله بعد 6 شهور دكتور لازم لا 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 هذا الكلام انا عندي سؤال تفضل بس خلونا نكمل فكرتي انا معك في فكره بس لازم اوضح نقطه اليوم انت يالك عرض ايه في اداره نادي معين اليوم انت وانت على طاوله جيم اوفر نعم يالك عرض ايه والموسم يخلص نعم شهر 6 ايه ممنوع عليك ياك ريت عندي يعقوب قلت له يعقوب انا بروح نعم مثلا قلت له بروح يعقوب شو يقول لك؟ يعقوب على حسب العقد مالك ايه شو بيقول لك؟ اقعد لين شهر 6 وكمل صح؟ نعم الحين ما كان يقدر يقول لك شيء؟ العين قالت ترى هو راجل بيروح ما يقدر يسافر من الامارات اذا كان هناك فسحه بين الاثنين بالرضا هذا اللي اقول اسمعني زوران كان عنده عقد من نادي اخر اوكي غير عرض عرض غير عرضين اوكي وعرض عليه عرض حلو جاء عرض من نادي الهلال حلو هو الان عارف ان نادي العين ما كان بشكل جيد لا في الدوري ولا في كذا ويعرف الان انه في بعض الاشياء في داخل نادي العين اوكي توجه عرض
تاريخي له نادي الهلال نعم. مثل نادي العين نعم. هذا زعيم وهذا زعيم، هذا نادي كبير وهذا نادي كبير نعم. أنا عندي عقد، شوف أنت متى تحتاج المدرب ومتى أحتاجك أنا؟ أنا أحتاجك لما أنا أكون محتاج، لما أنا كل شيء عندي شيء جيد أبي مدرب آخر. يا دكتور لحظة شوي خليني أقول لك لحظة، خليني أقول لك معلومة. زوران أنت لا تمسكون برأيك، لا ما نتمسك برأيك، خلينا أنا بقول لك زوران هو إيه؟ هذا زوران أنت جبت للعين بهالطريقة. اها عيل مش مهنية. لا انت المفروض تعرف اللي جبته. لا لا انت المفروض تعرف الريال اللي جبته انه اذا دخل فترة ستة اشهر ما راح يقعد معك. انت انسان محترف، انا عندي عقد مع نادي بغض النظر والله جددوا مع فلان ما جددوا مع فلان، انا عندي نادي بالمدرب عندوش المدرب ما له ما لا انا اتكلم اذا دخل ستة اشهر للاعب، انا اتكلم اذا دخل اخر فتره من عقده بيبدا يدور على شيء مستقبلي. انا وعدهم اني بكمل واختار المعسكر في خورفكان، ولما ما علي ياسر خلاص خليك جيسوس راح حق الهلال لانه مفاوض من ناديين، من نادي الهلال ونادي حامد. طبعا كل واحد له وجهه نظر، ممكن اكون مخطئ لكن انا اقول لك في عالم كره القدم مدربين كثيرين يسوون شغل ما سوى زوران، هذا ما حد ينكر بالضبط، لكن وايدين ممكن في اول شهرين يعرض كبير ويروح عنك ما عندهم مشكله. بس انا اقول كمدرب اخلاقيات المهنه، انا عندي فريق جبت معه بطولات وكنت كان محتاج في هذا الوقت نادي العين، نادي العين يعني مدرب يقول لك انا عندي عرض كبير وابغى اصير، شو بيقول له؟ ان خليته بيضيع الفريق. ليش؟ لان هو وما عنده استعداد يعمل اي شيء، فكان هذا الخيار ما شغل هذا الخيار انه يعني هو يسير. لو تم عندك ما بيشتغل ما بيعمل ما بيبذل جهد خلاص راح. كان المفروض وجهه نظر انا كزوران كان يكمل عقده وبعدين كيف يكمل عقده يا ليش يكمل؟ ما في صوره واضحه قدامي للمستقبل. شو خصك في المستقبل؟ الله انت مدرب يا اخي انا مش اداره النادي. لا 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 مش اداره النادي، انا اليوم مدرب. انا اليوم مدرب نعم. انا اشوف لعيبتي كلهم ياسين على قدامي قاعد احاضرهم نعم. مو بحاضرين معي ذهنيا ولا بدنيا. هذا اللعيبه يفكرون في عقودهم. مدرب للمدرب مدرب لا كيف مش لو ما جاء عرض من الهلال بيصير مكان ثاني؟ منو؟ لو ما جاء عرض من الهلال اذا ما جاء عرض بكمل مع العين. ليش يكمل؟ ما هو لعبته مو لانه عنده عقد، لانه عنده ذهنيه غير جيدين. بيقول للاداره ما بيستقيل ما بيقدم استقالته، بس بالنهايه هو شايف انه مستقبله مع العين غير واضح. العين منو؟ زوران نظر لمصلحته وليس مصلحه العين. خلنا نكون صالحين، هذه صحيح. وليش ينظر لمصلحه العين؟ ليش ينظر لمصلحه العين؟ ولا نظر العقد، احترم عقده. خليك من العقد، انت تقول نظر لمصلحته ولا نظر لمصلحه العين؟ ليش انا اشوف مصلحه العين؟ انا كمدرب. يا اخي انت مدرب عندك عقد. يا اخي انا مدرب عندي مصلحه شخصيه ابغى اكمل المستقبل. كيف تقول لي انا اضحي عشان العين؟ يجب احنا ناس هني ياسين ما نشجع المدربين على هالممارسات الخاطئه. يا دكتور زوران من ولد في العين. نعم زوران من ولد في العين عشان العقد على عيني وراسي بكمله. بكمله اذا قال لي العين كمل عقدي، اذا قال لي العين كمل عقدي بكمل. لا 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 حتى لو قال العين خلاص هو جاء عرض خيالي من نادي الهلال. ليش اخلي العرض يجي؟ ليش اوصل نادي الهلال؟ ليش اوصل لمرحله ان العرض يجي تبدا العروض تنهال عليه؟ باجي لست اشهر نهايه الموسم. ما في شيء اسمه مدرب باجي لست اشهر. انا احنا يا جماعه دكتور بس لحظه. لا 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 توضيح بس توضيح. اليوم احنا مو قاعدين هنا عشان نحرض حد ولا نتكلم حد، نتكلم عن الواقع. اليوم اذا انت متمسك في المدرب سوى لك انجازات جدد وياه لمده 3 سنين 4 سنين وسوى الاستقرار في الفريق. دكتور مو قادر انك انت تجدد وياه خلاه الحين يطلع، وهذا الصح. مثل موضوع كايو اللي يتكلم عنه، اذا كايو واقع كل مدربين الان كايو دخل في المهنه صح ولا لا؟ كابتن لا يا كابتن زين، لا هذا كلام غير صحيح. وزين كابتن الحين لما طلع المدرب يعني الحين انت مدرب تشتغل. لحظه لما طلع المدرب الحين مدرب في نادي الوحده باكر ست اشهر شوت شوي خلا بتقول له مع السلامه. كايزر شو صار فيه؟ كايزر شو لحظه شوي معتز كايزر شو صار فيه؟ طبعا معتز بقدم للنادي بقول له عندك عرض زين. اي بقول لهم بقول للنادي بقول لهم يا عرض يا عرض. اي طبعا دكتور كايزر مش محترف. نعم كايزر مدرب الجزيره مش محترف. مش محترف. مش محترف. اقول لك الان زين مدرب الاهلي كابتن، مدرب شباب الاهلي. لحظه زين مدرب شباب الاهلي دكتور. شويه معتز لو خليتكم تتكلموا. شوف مدرب اذا كان كل مدرب اثناء العمل بتاعه اثناء الموسم ويجي عرض مغري يترك، طب معقول هالكلام هذا نقولوا فيه؟ كمل موسمك. كل المدربين يسوونها. يا اخي المشكله كيف معناتها هذا شيء زي شيء زين؟ ما نقول شيء زين بس هذا الواقع. رضا هذا الواقع كابتن. هذا الواقع زين. انا كان على فكره انا ما اتذكر النادي صارت معنا داخليا. انا كان نادي العين شو دري نسوي له؟ اذا يحب يروح حقي ما نسوي له انا. طيب
شو عندي ما يقول له كمل عقدك ما حبش يكمل. تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ ليش؟ لو كان عنده عقد سنتين ما يقول لك هالكلام. حتى في السنتين. والله ما يقول لك هالكلام. تعرف ليش؟ لأنه ما يقدر يدفع الشرط الجزائي. ما يقدر. ما يقدر يدفع الشرط الجزائي. ست شهور ثلاثة. راتب ست شهور بيتخلى عنه. الثاني بيتحمل الشرط الجزائي ما دام. سنتين ما في نادي بيتحمل شرط سنتين مال النادي. يتحملون يا أصلاً. ما يتحملون. ما يتحملون. لو كان عنده عقد سنتين. سنين تجارب المدربين حتى أيام إحنا كنا أيام كنا في النادي الأهلي. المدرب مدرب كل المدرب اغلب المدربين شهرين او ثلاث شهور اذا عنده عرض مغري مكان اخر ممكن يعمل لك طيب اي مشكله. احنا شو قاعد نقول لك؟ شو قاعد نقول لك؟ هذا زوران كان انا كنت اتمنى ان زوران الكلام مش على زوران الكلام على كل المدربين. اما موضوع سقف الرواتب وهذا موضوع اي كارثه انا مسوي يعني شيء عجيب يعني. ما في سقف رواتب فكنا من هالموضوع. اي انا اقول لك الموضوع هذا اذا كان نادي العين التزم بسقف الرواتب هو السؤال الان ترى هذا موضوع خطير جدا ترى لابد هناك وقفه. إذا أنا في نادي العين ما بوقع الآن توقف مع مين؟ مع اتحاد الكرة. أي اتحاد؟ مع اسمح لي بس سين اللعيبة الآن موسى عباس ما يوقع على مليونين ونص خلي عد الملاعب معلي ومستواي جيد مميز أي أي, أي لاعب زين النادي الآخر اللي بيروح له بكم بيروح له؟ نفترض الآن أنا مش موافق على عرض نادي العين حلو؟ أي سين اللعيبة بنقول بروح نادي آخر أكيد فوق السقف فوق السقف إذا خلل هناك. هل احنا نقول يا اخوان انت روح لحظه احنا الحين كره الامارات خللها بس في سقف الراتب يا دكتور ترى انت الان تقول سقف لعيبه مو وقعوا شو سوي مو وقعين يا كابتن احنا كره الامارات عندنا مش خلل فيها فيها الشرخ من فوق لين زين احنا الحين شو تتكلم تتكلم عن سقف يوم بتعدل هيك تعدل بلاوي ياسر مش الشيء الوحيد سقف الموضوع سهل بسيط لا لا مش سهل مش بسيط انا بقول لك الحل لا استاذ حامد حل والله تكلمنا كثير في هذا الموضوع ما في حل المنطق والعقل يا اخي انا الميزانيه بس موازنه النادي مثلا نقول 70 مليون انت تصرف على بند الرواتب 70 مليون بتعطي حامد انت الحين مضيع انت شكلي انا كمضيع انت افضل مني كمضيع انا قد ما اجيت ممكن مستوينا اقل من كنت لابد ان هناك فروقات فرديه داخل الفريق في الاحتراف عفوا خليني اكمل فكره 70 مليون انت عندك كنادي بند الرواتب انت كنادي محر تعطي هذا 10 تعطي هذا 5 وتعطي هذا مليونين طيب لك بشرط بشرط اني انا ما اتجاوز 70 مليون اما موضوع من اللي شرط من اللي شرط عليك؟ ترى اتحاد النظام ترى فيه الان تعرف شو النظام انت الحين؟ اي نظام؟ تعرف النظام شنو نظامه هو انه روح وادخلوا حسابات اللعيب وتشوف كم لا 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 لا, 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 لا صار لنا ثلاث سنوات نتكلم عن السيستم كلام فاضي يا رجال كلام فاضي حامد احنا هالي نقول لك لسه وانت استغفر الرواتب ايوه انت اعمل الموازنه فقط كله كلام فاضي انت هذا يعني انت الان كل يوم الثاني طالعين لنا والله الرقابه الماليه والله الحوكمه والله بنسوي غرفه انتقالات ما تحتاج الى شيء ما صار شيء الكلام كله عملت الفكره الثانيه والان اللي في اوروبا وفي اغلب الدول ما عندك المشكله انت الان ولا مشكله نادي العين ولا نادي ثاني. شوف شوف دكتور والله العظيم اتكلم جد وما يعني ما في اي تهكم احنا نقول تطلع بطاقات اللاعبين سليمه ونقول يلا السلامه بس تطلع من الكمبيوتر مال الاتحاد بطاقه اللاعب سليمه الحمد لله معلوماته كلها سليمه في 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 في, في وقت الانتقالات مش بعد ساعه اغلاق السوق وخربطان الانديه احنا نقول شوف احنا هذا حدنا ترى مش الاتحاد دور الانديه حتى الانديه الاتحاد بالانديه اقول لك الجمعيه العموميه كلهم يقولون احنا ما نوصل اذا وصلنا شوف اذا وصلنا هالمرحله ان نعدي سوق الانتقالات اي موسم لحظه شو خليني اكمل كلمتي نعدي سوق الانتقالات في اي موسم بدون خربطان اذا عديناها ابشر بكره قدم اماراتيه صحيح لا تكلمني عن سوق الانتقالات انت روح الى الامور البسيطه احنا كل موسم صار لنا خمس ست مواسم اي مواسم ثمان مواسم بدايه الاحتراف ونحن كل موسم والله لاعب تسجل بعد الفتره والله لاعب تسجل قبل الفتره والله لاعب اوراقه مش كامله والله لاعب الورقه الاخيره من الجواز مش موجوده يا ريال فكنا عطني فاصل يا علي
سباق كأس المدربين 100 كيلومتر على قناة أبوظبي الرياضية. بس خلاص طلعنا على الهواء، عودي عليكم من جديد. انا مستغرب شيء، ها اهدى واحد في الحلقه اليوم رضا براوي. ورحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. والله اخذنا الوقت في موضوع نادي العين، بحب نادي العين صراحه. عارف زعل الدوري اليوم سامحني يا الله قام يبتسم. ثلاثة مباريات فكونا من الموضوع. ثلاثة مباريات كلهم نفس النتيجه 2-1 2-1 2-1. حاجه ملاحظه ثانيه، 2-1 دائما الفريق 2-0 2-1 سلام. لا مركز، لا لا مركز، لا مركز. طب اعطيتكم بالعانيه شيء ذا بدنا باش نخرجوا من الموضوع نتاع ريجيكام نتاع زول. لا لا جايين حق ريجيكام. نذهب الى زعبي المشاهدين الكرام حيث تمكن أهل الدار من اقتناص النقاط 3 على حساب الظفرة في مواجهة انحازت للفهود. أما الظفرة فقد توقف هنا لأنه لم يقنع لتتبعثر أوراقه في حضرة المصري. الإمبراطور الوصلوي وفرسان الظفرة وجها لوجه على استاد زعبيل ضمن مباريات الجولة 18 لدوري الخليج العربي، في لقاء يسعى الوصلوية فيه لمسح أحزانهم مؤخرا، سواء بالخروج من بطولة كأس رئيس الدولة أو الخسارة الآسيوية القاسية التي تعرضوا لها، بينما يسعى فريق الظفرة لمواصلة نتائجه الإيجابية مؤخرا والتي بدأت مع انطلاقة الدور الثاني وتوجه بالوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس سيد صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخه. اللقاء جاء سريعا ومنذ دقيقته الأولى والتي كادت أن تشهد هدفا وصلويا برأسة فينيسوس ليما لولا تدخل قائم وابعاد الكرة قبل أن يحاول فابيو ليما هو الآخر بتسديدة قوية أبعدها سناني. الظفرة يحاول التهديد هو الآخر أيضا والقائم بدوره يتدخل ويحرمه من تسجيل هدف التقدم. الوصلوية ينجحون في التقدم أخيرا عن طريق نجم منتخبنا الأولمبي علي صالح والذي وضع الإمبراطور في المقدمة. وما هي إلا دقائق معدودة حتى نجح الإمبراطور في إضافة الهدف الثاني مرة أخرى برأسية ليما وهو ما انتهى عليه شوط المباراة الأول. فريق الظفرة حاول في شوط المباراة الثاني العودة بنتيجة اللقاء فيما كان شعار الوصل الحفاظ على التقدم أو تسجيل المزيد، إلى أن نجح الظفرة بالفعل في تقليص الفارق عن طريق خالد باوزير، إلا أن هذا الهدف لم يكن كافيا ليحقق الوصل انتصارا معنويا هاما بهدفين لهدف. إذن فوز وصلاوي هام بعد إعصار يحدث هناك في زعبيل بين الجماهير والإدارة خلال فترة توقف. على فكرة خلال فترة توقف خلال الشهر الماضي اللي توقفت فيه مباراة الدوري، لا عاد يتوقف دورينا، لأن يتوقف دورينا المشاكل تبدأ. جمهور الوصل مرة أخرى ينقلب على إدارته والإدارة عندها مشكلة مع الجمهور واللاعبين، يعني المنظر اللي يتكرر كل سنة في نادي الوصل. كل سنة أصبحنا متعودين على هذا المشهد الوصلاوي بكل أمانة، مشهد حلبة وفي زاوية، وكل زاوية في طرف جمهور والألتراس الوصلاوي في زاوية، ساعة يقاطعون ساعة يردون، ساعة يقاطعون ساعة يردون، الإدارة في زاوية أخرى طبعا ما يكلمون حد ولا حد يكلمهم، الوحيد اللي يتكلم حميد يوسف. أوكي، اللاعبين في جهة أخرى، والآن الآخر الطرف رابع اللي هو المدرب ريجيكام صار يصرح على كيفه ويتكلم باسم المتحدث الرسمي، المتحدث الرسمي باسم نادي الوصل، ويلا خذرك كل واحد يرش على الثاني. كل سنة
أصبحنا متعودين على هذا المشهد نادي الوصل. السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى سيستمر الوصل بهذه الطريقة؟ يا أخي خلي موضوع اللعب الوصل والبطولات والأمور خلها على جنب، هذه يبالها شغل ثاني. أنا أتكلم عن هالمشاكل إلى متى ستبقى؟ يعني هل الفاصل اللي دائما يصير كل موسم بالنسبة للوصل إلى متى؟ رضا، مين يدير المنظومة؟ أي منظومة؟ في أي نادي؟ مين المسؤول؟ رئيسنا مجلس الإدارة هو المسؤول. إذا باش نوصله وبكل صراحة ما نريد أزعل حد، وأنه إذا باش نوصله نحطه الإدارة اللي هي المسؤولة الأولى والأخيرة في الاختيارات اللاعبين في الانتدابات. على فكرة أنا بتكلم عن اللاعبين، سوري بس توضيح المعلومة، اللاعبين السابقين ضد الإدارة. إيه ضد الإدارة والجمهور. أنا بالنسبة لي شو لاعب سابق، يا أهلا وسهلا ومرحبا بيه، ما يلو ولا ولد النادي. لكن شو حمد، لو تدخل الفوضى ولا نجاح، إذا يصير فوضى في أي نادي أمر ما يقوم، أنسى النجاح. فإذا شو قولا يعني العالم الكل، فما مليون نادي في العالم زي الوصل، وفي نادي ما فيش مشاكل، لكن المشاكل فما اللي مشاكل 100%، فما مشاكل 90%، فما مشاكل 70%، فما مشاكل 10%، لكن المنظومة تحاسب. يجي وقت وأحاسبك. أما إذا كان كل هزيمة أو كل انتداب اللاعب منجح أو كل انتداب مدرب اللاعب منجح، نقوموا اللعيبة القدامى والمشجعين وأحباء ونعملوا مشكلة، هنا ما فماش نجاح. أحاسب المسؤول وأحاسب المنظومة في آخر الموسم. جمهور الوصل تعب رضا، تعب من شو؟ تعب كل موسم يحاول يحاسب هالإدارة، يتكلم عن هالإدارة، يتكلم عن شغلها. هل هو القول الحل؟ منو؟ هل مش مسؤولية الجمهور أن يلاقي الحل؟ مسؤولية الإدارة، الإدارة هي اللي تلاقي الحل. أنا كجمهور أنا أطالب الإدارة اليوم أنها تعدل الموقف، صح ولا لا؟ هم مش قاعدين يحاولوا يعدلوا في الموقف؟ وين يحاولون؟ لا معناتها هم يحاولوا مثلا، بس يزيدوا الطين بلة. لا أنت هذا حسب رأيك أنت، أنت وقت اللي تنحي. لا حسب رأي جمهور الوصل اللي يكرر. هاني جاي نعطيك مثال بسيط. شالوا المدرب أو راح رودولفو وجابوا مثلا ريجي كامب، هالإدارة متعمدة تجيب مدرب فاشل؟ لا قبل ريجي كامب راحوا في مدرب قبل. أعطيتك مثال، يعني أعطيتك مثال، يعني كي نختار أنا كإدارة ونختار لاعب أو نختار مدرب، أنا نحاول نقعد نصلح، لكن هالمدرب ينجح ما ينجح هذا شيء آخر. إذا أخوي حامد أنا أقول التكاتف مع بعض وبالهدوء بأخلاق عالية، من حقنا نطلب مثلا 5-6 أشخاص من لاعبين القدامى نجلسوا مع رئيس مجلس إدارة ولا مع المدير الفني. سووا اللجنة الفنية. ليش فنشوهم؟ قالوا والله ما عجبنا كلامهم. الله. لا متى أعطيني أنت الحل؟ طيب أنت تطلب فين؟ أعطيني أنت الحل. أنا قاعد أسألكم. هذا هو الحل. هذا اللي صاير. أنا شوف الحل الوحيد في نادي الوصل الحين حاليا انتداب واحد من اللاعبين القدامى اللي يقدر يسوي اللينك بين الجمهور وبين الإدارة. واللي يكون هو اللاعب اساسا، يكون ممكن اللاعب هذا يكون محبوب يعني. صحيح. لان اليوم صحيح. اليوم اقاله اداره، انا اشوف ان جمهور يقيل اداره راح يقيل الثانيه والثالثه. أيه. انا ما احب هذا المطالب، لان الجمهور لا اليوم لا لا عفوا إيه. عفوا خليني اقول لك مهتز، انا ما ادافع عن جمهور الوصل فضل. وعلى فكره انا كلمت بعض جماهير الوصل إيه؟ المحبين للنادي، والله بالحرف الواحد يقولون والله احنا ما نطالب باقاله الاداره. زين شو مطالبهم؟ مطالبهم ان النادي يرجع. اي جمهور مسؤول كيف؟ واي جمهور مسؤول يا اخي قاعدين ما حصلوا حد يلومونه الا الاداره، هذا شغلها او من حقهم. شوف الاداره، شوف غلطت في شيء واحد. اليوم الاداره حافظت على مكتسبات الفريق، حافظت على اجانب، يمكن اللي هو تغيير بس اجنبي واحد. المشكله الاكبر عدم المحافظه على المدرب. المدرب اليوم كان له يعني كان له الاثر الاكبر في المدرب اللي هو رودولفو. عندنا الحين مش نرجعوا تو عندنا لحظه بس سؤال اللي هو ابى اجاوب على النقطه. اليوم المحافظه على هالمدرب جات بنفس المطالب الكبيره اللي ما قدر النادي انه يوفرها للمدرب. اليوم النادي يدخل في ديون وسب هالشيء، فاليوم ما قدر يحافظ عليه، ما قدر يحافظ على المدرب. ما تسعف إيه؟ انت كم تتكلم طالب المدرب؟ المدرب بعد عنده طلبات غير شوف المشكله مو دائما في 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 راتب المدرب، المشكله في طلبات المدرب الاخرى. يعني اليوم يستقطب، يقول مثلا يجيك المدرب يقول لك بجدد يبلع عموري مثلا، يبي يحسن مركزه، يبي يجيب بطولات. على كيف انا بيجي يجيب لك عموري مثال؟ ايوه. فاليوم يرد عليه، اليوم يرد عليه ترد عليه الاداره ان هاي امكانياتي،
مثلا يعني اعطيك مثال، هذه الامكانيات اللي انا متوفره عندي اليوم لتجديدك ما في مشكله، بس لطلبات اللاعبين اللي انت تبي تستقطبهم الادوات شيء خيالي. فالمدرب يرحل يشوف العرض الافضل ويرحل. الحين حاولوا يحافظون عليه، ما قدروا يحافظون على المدرب زين. الحين الاداره يحاولون يسوون لينك مع 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 الجمهور، او انه مع انه يحسنون دائما، يبون مدرب جيد، يحاولون يسوون استقرار. يمكن يكون خطا، يمكن يكون صح اليوم توقيع لريجي كامب، انا ما اقدر افتي اقول غلط. اللي هو الفريق يفوز، الفريق يفوز، وحتى الفريق في ظروف صعبه يفوز. يعني المشكله بسيطه في الوصل، مو كبيره، هم مكبرين. كيف لحظه معتز، عفوا، كيف بسيطه والفريق كل سنه بنفس الطريقه؟ اليوم انا اتكلم عن فريق ترتيب السابع، في ترتيب السابع 23 الحمد لله. السابع الحين، السابع بعد ثلاث انتصارات، صارت الاخيره تشوف اخر اي نعم في ثلاث انتصارات، نفس كل سنه الوصل باستثناء الموسم اللي هي فيه الثاني. العام قلت العام كان افضل، افضل لكن العام قلت العام لا انا اتكلم الوصل ياسر، انا بتكلم، ما تخليني اكمل، انا اتكلم من الوصل. احنا ما خليك تمساع، ما خليتني لازم انتمان لاعب يا ريال. شوف الوصل يصعد، انا معك عرفت، وبعدين ينزل في هواء وتبدا هالمشاكل كل موسم، كل موسم نحن على نفس الدوامه. وتشوف اليوم خلينا نتفق على نقطة، اليوم الإدارة يجب أنها تبني جسر بينها وبين جماهيرها، أي إدارة، خصوصا الإدارات اللي تملك جماهير. اليوم قاعدة كبيرة، القاعدة الكبيرة، وخصوصا تشوف أي اليوم أي نادي جماهيري بتلقى مشاكل خارج البيت. ليش؟ لأن عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، كل حد ينقل العلوم والأخبار حسب التي ما توصل بشكل صحيح، لكن الواحد يبحث ويجتهد لما يتوصل إلى 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 المعلومة الصحيحة. أنا أعتقد فترة من الفترات رئيس النادي الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الله يحفظه، يعني أشاد بجمهور الوصل وصعب عليه أن يشاهدهم حزينين. فاليوم هناك في تقدير من رئاسة نادي الوصل للجماهير الوصلاوية، وهذا ما يمنع أن هناك فئة قليلة من جماهير الوصل ممكن أخطأت في حق الإدارة بالكلام الغير مقبول. اليوم احنا نتكلم وتكلمنا كثير هنا في جيم أوفر عن مشجع يحب الكيان، يحب الشعار وعاشق لهذا الشيء، ومشجع نتائج، يبحث عن نتائج فقط. أنا أتفق اليوم الوصل بنفس الميزانية في سنتين سابقتين حقق المركز الثاني، حقق المركز الثالث، حقق أو وصل إلى نهائيين زين، الجمهور كان راضي. صحيح أن اليوم أنت تبحث عن لقب، بعدين شو سويت؟ خليني اكمل، خليني اكمل، لا بعدين شو سويت؟ خليني بس لان اختصر ياسر، ترى وقت البرنامج راح وانت تحكي لي قصه. لان الوصل مهم، شو الوصل بقى. الوصل مهم، الوصل أوكي. تاريخ اليوم، شوف الشارجه كيف الناس سعيدين. نودي كل التاريخ ياسر، نودي كل عندك تاريخ. لا لا كابتن، الوصل نقعد نعيشه بالتاريخ. لا, لا, لا ايوه كابتن، هذا التاريخ انت تعتمد عليه ويعطيك دافع للقادم، يعطيك امل للعمل. وهذا اليوم انت ليش تعاقب الوصل عيل اليوم؟ لان الناس مو بيعرفوا تحقق بطولات، لان النادي يملك بطولات. فالشارجه اليوم لما عاد بهذه القوة الناس كلها سعيدة. طيب. الوصل أنا معاك، القرارات اللي اتخذت هذه السنة من قبل الإدارة زين، من أول شيء ذهاب رودولفو كان عندهم الفريق ماشي زين، أوكي يمكن رودولفو ما توصلت معه على حل، على يمكن هو كان أعتقد راتبه 1,200,000 وكان طالب 2,000,000 دولار، فما توصلوا إلى حل في الفارق هذا. ذهب المدرب، ياب مدرب جديد على الساحة، طير من خربط ديز. خربط لك الدنيا. ليش شو ذنب الإدارة إذا أنا ما عندي الإمكانيات؟ يا ياسر ما طولش، شو ذنب الإدارة؟ كابتن الفريق الجمهور يعاقبني أنا لو ما عندي فلوس. ترى كابتن ما تكلمت، ما عنديش فلوس. شو ما عندك فلوس؟ ما عنديش فلوس. بنفس ال 70 مليون أنت حققت المراكز هذه، هذا اليوم 70 مليون أنت تروح تقول أنا ما قدرت أحقق. اليوم تشوف مش عذر اليوم في بالنسبة لي أنا، هناك موضة طالعة عندنا من بعض الإدارات أن ما اريد ادخل في الديون. ليش كل اللي خضر البطولات قبل تدخل في الديون؟ هذا لازم ما تدخل في ديون، ما عليه، هذا شيء جيد. بس اليوم انا افهمني يا كابتن، انت لا تروح لي مع هذا. انا اقول لك ان اللي يدخل في الديون عشان ما حقق لقب. هل اليوم انتم قبل حققتوا القاب واحنا حققنا القاب اداراتنا دخلت في الديون؟ ها تكلم لا زين، عليك تقول لي ياسر ما اعرف شو هذا الشيء. انت الحين انت تجبر الادارات تدخل على ديون ياسر؟ انا ما اجبر على اساس ان احنا اجدد للمدرب وادخل في ديون. كابتن اليوم انا اقول لك كلامي واضح، 70 مليون اللي تكلموا عنها اداره الوصل خض الثاني وخض الثالث وصعدوا نهائيا صح؟ طيب اليوم بدون 70 مليون تراجعوا. طيب ليش تراجعوا؟ ليش؟ بسبب بعض القرارات. انا ما اقول لك ياخذ كاس العالم الوصل، انا اتكلم انك تحافظ على مكتسباتك. انت طلعت بشكل ممتاز وشدنا والله العظيم ان نحن ما نتحامل على اي شخص، احنا نتكلم كلهم احسن منا مقاما واحتراما، احنا نتكلم عن عمل. اليوم احنا هني ننتقد عمل يا معتز، ما ننتقد مثلا شخص بشخص. زين ليش تعطيهم شيء جيد؟ اليوم شوي معتز ياسر، خلص القرارات اللي اتخذت من اداره الوصل، هل هي
حافظت على المكتسبات ما اخذت بطوله او تراجع فيها الوصل؟ هذا جاوبني الله يخليك. بس جاوب. انا قلت لك الحين حافظ على المكتسبات. حافظ على المكتسبات ثاني ونهائي. زين لو زين اللي حافظ زين سؤال ياسر، وفر وفر النادي ميزانيه وباع ليما وحافظ على المدرب، يلا ارجع لي نفس الشيء اليوم. شوف يا نفس الشيء نفس المشكله بندخل فيها، بندخل مشكله ليما. اليوم انت قبلت، اليوم النادي حافظ على ليما، انت اللي هو نجم الفريق. اليوم ليما السنه هذه من اقل المواسم اللي قدمها، شو تقول لي حافظ على ليما؟ انت المفروض تحافظ مش على لاعب، تحافظ على مكتسباتك. انا اعطيك من الاخر، انا هذا اللي اتكلم فيه. خل اوكي شوي، انا اعطيك كلمه من الاخر. طيب يعطيني من الاخر، حاب اقول لك حاجه. اليوم روح مسألة عقليه والله العظيم. شوف الحين تو معتز كان يقول جماهير العين غاضبة على النادي. يا أخي 14 نادي و14 فريق عنده مشجعين، الكل هم 14 درع باش ياخذوا 14 بطلة يا جماعة، ما هو معقول هذا. صح. المشجع له دوره. الوصل ما طالب، جمهور الوصل ما طالب بالبطولة. فهمت علي يا أخوي؟ لا 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 والله يقول لك مثلا يعني مش اليوم 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 يا حامد، اليوم نطلع في مباراة الظفرة والوصل ما في جمهور، درجات فارغه. اي صار مشاكل نفس كل موسم. شنو المشاكل؟ بس الله عندنا نتائج ما صارت. الموسم الماضي صارت. بس يا حامد يا اخي 14 نادي يجيب نتائج. يا اخي تعال احضر الملعب. لك ما قمتش بدورك انت، انت ما قمت بدورك كمشجع كمحب، انت ما قمتش بدورك. صح. شلون 14 نادي يعطيوا نتائج؟ معقوله هذه؟ يا اخي ما يبون نتائج مره ثانيه، ما يبون بطولات. الجمهور الوصل حاليا لا يطالب باقل حقوقه، وهو ان فريقه يا اخي يمشي في خط بياني تصاعدي حتى يصل الى اللقب. هم ما يطالبون ان الفريق يجيب لقب. هل الاداره فاش مقصره؟ الفريق قاعدين هاو. الاداره فاش مقصره؟ اوكي فهمونا فاش مقصره الاداره. قالوا يتكلموا في كل مكان، يتكلمون في كل مكان. نمشي حسب امكانياتي انا، ما نقدرش نزيد هذا رودولف وباريم انا ولا جزمه باش نعطيه 2 مليون، عندي مليون و200 ايش نعمل انا؟ يبدا من شينا نقول لك نعطيه ونعملوا مشاكل النوادي غارقه. طيب. في الديون. طيب. ومن شينا مش معقول. طيب خلينا نشوف احمد يوسف بعدين لنعود. الحمد لله على الفوز اليوم، 3 نقاط طبعا مهمة تبعدك عن المؤخرة نوعا ما، محتاجين ان نضيف نقاط اضافية. مباريات الجاية مباريات صعبة، عندنا مباراة النصر، عندنا ذوبهان الايراني هني، عندنا بعدها شباب الاهلي، كل المباريات صعبة. نحاولون اللعيبة ان شاء الله انهم يكونون في عافيتهم، في يعني لياقتهم الجيدة انهم يأدون المباريات هذه، وان شاء الله ما تكون في الفريق اصابات زيادة عن الاصابات اللي شفناها. يعني انت بتراضون جماهيركم، جماهيركم لا زالوا زعلانين منكم، خاصة يمكن اجرينا بعض اللقاءات مع بعض الجماهير برا بعدهم زعلانين من الاداء حتى والنتائج. يمكن الدور الثاني كان مميز للوصل، في تحسن في الدوري باستثناء البطولات الثانية. ما عليه، عارفين عتب الجمهور، عارفين ان الجمهور غيرته كبيرة على الفريق، يغضب بسرعة، نتائج مو بزينة تساعد على هذا الشيء، ونفس الوقت جمهور محب للنادي، عارفين ان حلهم بحرقتهم على النادي، ما اعتقد انهم يتصرفون هذا التصرف، بس ان شاء الله الامور تكون يعني تحتوى بطريقة جيدة بالنتائج الإيجابية. طبعا الجمهور يطلب نتائج إيجابية، يطلب أداء مميز، يطلب تدعيم الفريق بلاعبين جدد وكذا، كل هالأمور إن شاء الله يعني أكيد ماشيين فيها، وإن شاء الله أن اللعيبة هم يعني بديهم التغيير هم داخل الملعب، نحن من جهة إدارة وجهاز فني نساعدهم في الأمور هذه، والنسبة الكبرى يعني بتكون على اللعيبة، هم اللي يفرحون جمهورهم دائما، يفرحوهم دائما، وإن شاء الله يردون إن شاء الله وغدمون كل ما هو مميز أساسا الجمهور يرضى على النادي ككل، مش على لاعب ولا على إداري ولا على إدارة نادي ولا على مدرب. أنت النتيجة الإيجابية ترضي الكل، النتيجة السلبية أكيد بتحصل انتقاد، لابد أنك تتقبل هذا النقد اللي بيك. 5 بطولات شاركتوا فيها، ما صفالكم غير يمكن البطولة الوحيدة اللي ممكن تحسنون فيها الصورة دوري ابطال اسيا، او حتى تاخذون مركز متقدم ممكن في الدوري. كل يعني البطولات يعني اللي شاركوا فيها يعني ابلوا بلا حسن، وصلوا لل
لنا في الاحتراف دوري المحترفين عبارة عن هواية بأموال زيادة. بس إذا تسأل لاعبين من الوصل يداومون، وما أدري كم من لاعب من شباب الأهلي، وما أدري من الفجيرة ذاك اليوم لكم ان خلال الشهر الماضي كثير من الامور حدثت، لذلك كل حلقه بتلاحظونها تتمدد شوي. انا مضطر اني اروح للفقره القادمه، لكن دكتور بسرعه اذا عندك اي شيء اضافه عن موضوع الوصل بسرعه. لا هو حتى موضوع الاحتراف، يعني اللاعب الهاوي هو اللي ما يحصل على مبالغ ماليه، واللاعب المحترف هو اللي يحصل على مبالغ ماليه. واذا كان حتى في فرنسا بدوا بالاحتراف الجزئي، انك انت موظف وانك انت تلعب كره لين ما تتحول محترف عادي، لكن احنا هنا على حسب الاخوان ممكن النظام يتغير الى الافضل. لكن اللي احنا نسمعه طبعا زي ما تفضلت كلامك صحيح 100% بموضوع الاحتراف. انا اعتقد موضوع نادي الاحتراف موضوع كبير، يكون عندك حلقه فيه يعني، انا في وجهه نظري يعني تفتح. لكن موضوع الوصل، انا بعد ما قرات الجريده لقاء الاخ الاستاذ محمد العامري، يمكن قبل ما كان عندي المشهد واضح في نادي الوصل، لكن بعد ما قرات مره ومرتين وثلاث، انا اعتقد لابد ان يكون في احساس داخل نادي الوصل بيت الوصلاوي هناك مشكله. والمشكله هاي مش مشكله والله رجيكام لاعب سار ولاعب يلا، مشكله اكبر من كذي. الحل في وجهه نظري انا يمكن حل اشياء كثيره، وحتى موضوع يعني كره القدم في العالم في كل مكان، ما في نادي ما يكون مديون لفتره وعقب يسدد، وحتى الانسان العادي يعني. طيب لكن كره القدم في النهايه الانديه الكبيره 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 لابد انك بطولات في النهايه. يعني انت الان في عصر الاحتراف 12 سنه، يعني انا دائما اقول كان يقولوا لي والله اخي نادي فلان صرف كثير وعقب الدين وصرفوا. انا اعطيك مثال سيد حامد بسرعه بدون امثله، اذا نادي عطني حل 10 سنوات نادي صرف خلينا نقول 50 مليون، كم اجمالي المبلغ هذا؟ نقول يعني رقم اوكي. في النهايه انت ناتجك شو؟ صفر صفر. هذا صرف ولا مش صرف؟ انزين انا اقول نادي الوصل لابد ان هناك مرجعيه، ولابد ان جلوس على اعلى مستوى بالطريقه اللي انا قررت. شيخ احمد براشد تقصد؟ شوف يعني اتمنى واحد يكون كان وصلاوي عشان يرد الدين
للشيخ احمد بن راشد من ايام الثمانينات، وكل هالبطولات والانجازات ايام الشيخ احمد بن راشد لغايه اليوم صرفه ودعمه لهذا النادي. ويبقى قال كابتن ياسر موضوع لما خسروا في مباراه المحرق، لما تحدث كيف عن الجمهور، هل يجب يكون هناك احساس من الجميع من المنظومه، نتكلم منظومه ككل، لا في مشكله هناك؟ طيب ما ننكر احنا ما في، لا في مشكله وشيء غايب عنا نحن، ما نعرف هذا اللي تقصده، روح الفريق والحل لابد الحوار. ما في شيء، ما في شيء حل. طيب لكن لابد، وانا يمكن اتكلم فيه كثير لكن الوقت ما عندك بس. طيب احنا عندنا مشكله ثانيه لازم نروح لها الحين. في دبا حقق الفريق المضيف مشاهدينا الكرام فوزا جاء بعد غياب طويل، فمنذ الاسبوع الرابع لم يتمكن دبا الفجيره من تحقيق اي انتصار، لياتي الليله وينفجر في وجه النصر. هل هي الصحوه يا دبا ام انها جاءت بالصدفه؟ العميد شد الرحال إلى إمارة الفجيرة هناك لمواجهة فريق دبا في لقاء لا يزال يبحث فيه العميد عن تحقيق الانتصار فيه مع مدربه الجديد. فلم يتبقى للنصر سوى تعديل الوضع في بطولة دوري الخليج العربي بعد الخروج بخوفي حنين من مسابقتي كأس الخليج العربي وكأس سيد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، خاصة وأنه يتواجد في مركز لا يتناسب مع تاريخ وأمكانية النصر. أما أصحاب الأرض فريق دبا فهم لا يزالوا يبحثون عن تحقيق الفوز الثاني لهم مع صعوبة موقفهم في جدول الترتيب باحتلال المركز الأخير بخمس نقاط فقط. دبا أعلن عن رغبته الحقيقية منذ البداية، وانطلاقة هجماته كانت من قبل لاعبه الأردني ياسين البخيت والذي لم يوافق في هذه الكرة العرضية الخطيرة، لكنه سرعان ما عاد وعوض الهجمة الماضية بالهدف الأول الذي سجله في شباك العميد ليتقدم فريق دبا. دبا في أفضل حالاته ويتحصل على ركلة جزاء نجح في تنفيذها أكوستا ليتقدم دبا بالهدف الثاني. وقبل انتهاء الشوط والذهاب إلى غرفة تبديل الملابس تمكن النصر من تقليص الفارق عن طريق لاعبه سيرجيو جونيور لينتهي شوط المباراة الأول لصالح دبا بهدفين مقابل هدف. العميد حاول في شوط المباراة الثاني استثمار الهدف الذي سجله قبل نهاية الشوط الأول بقليل من أجل تسجيل التعادل والعودة إلى المباراة مرة أخرى، فيما حاول دبا الحفاظ على نتيجة الشوط الأول وبالفعل نجح في ذلك ليخرج منتصرا بهدفين لهدف رافعا رصيده إلى ثمان نقاط في مشواره نحو المهمة الصعبة للبقاء في دور الخليج العربي. فوز ونقاط ثلاث هامة وذهبية لفريق دبا الفجيرة جعلته قريب من المركز الثاني عشر والمركز الذي يبقيه الموسم القادم في دوري الخليج العربي. بكل أمانة اقترب كثيرا من نادي الفجيرة، يعني دبا الفجيرة سهمة صاعد والفجيرة سهمة نازل، فممكن يكون في ديربي في الأيام القادمة بين الاثنين ووحدهم أو يتم تبادل المراكز. لكن مبروك لدبا الفجيرة، كل التوفيق لهم فيما تبقى. لكن نروح على النصر، خسارة جديدة لفريق النصر، ملعب جديد، ثلاث مدربين، ثمان أجانب، الفريق لم يفز منذ خمسة أشهر تحديدا في التاسع من ديسمبر 2018. آخر فوز لفريق النصر كان على حساب بنياس
خرج وغادر من جميع البطولات، ما زال المدرب، والأخبار اللي وصلتنا بأن إقالة المدرب وإقالة الإداري هذا كله حتى الآن إشاعات، لا يوجد أي خبر رسمي من فريق النصر، لا أحد يعلم. وإدارة جديدة، نسيت أقول لكم أن تم تغيير الإدارة أيضا، كل شيء جديد حتى الملعب جديد، ومع ذلك تبقى مشكلة النصر في هي يعني موجودة. سؤال، إذا غيرنا كل شيء إلا في شيء واحد ما غيرنا، شو نادي النصر؟ جميل اللاعبين المواطنين، ما باقي إلا نغير اللاعبين المواطنين خلاص، اللاعبين المواطنين يعني مش ممكن تشتروا لعيبة وايد، بس في مشكلة دكتور، في شيء غلط في إدارة نادي النصر، مشكلة في اللاعبين يا دكتور، اللاعبين نفسهم اليوم، منو اللاعبين منو تقصد؟ الأجانب ثمانية، ثمانية واحد منهم أو اثنين منهم مشاهير، حمد أقول لك، ولعبوا في أول مرة، لأول مرة نتكلم عن اللاعبين. اليوم في مباريات أبدا ما تسأل عنها إدارة مدرب، اليوم في مباريات للاعبين نفسهم، اليوم من اللي حافظ على سمعة النادي؟ أول شيء اللاعبين، اليوم لاعبين النصر بأمانة سالمين العقاب، ما في عقاب اليوم، ما في عقاب للاعبين النصر. إذا أي لاعب لاعبين النصر حس بأن في عقاب وفي ردة فعل من مجلس الإدارة للاعبين، اليوم صدقني اللاعبين بتغيرون 180 درجة على فكرة. وبعد نقطة ثانية قلتها، وغيروا المدير التنفيذي مرتين، وهذه المرة الثالثة بانضمام خليفة سليمان، شيء يحسب لرئيس مجلس الإدارة. اليوم يطلع للجمهور وللعلن ويعلم بأن أخطأ في اللعيبة الأجانب. اليوم أنت كلاعب ردة فعلك إيش؟ يمكن المدرب فعلا غير المدرب في وقت بعد غير سليم، لكن استقطب الحين استاذ خليفه سليمان، يمكن يعدل الامور في نادي النصر، لان اليوم الواحد يعترف بخطا ويبدا يعدل الخطا، هذا الشيء السليم في كره القدم والصحي. لكن اليوم اللاعبين مسؤولين مسؤوليه كامله للحفاظ على النادي. طيب روح لابو الحلول. مين ابو الحلول؟ انت تعطينا الحلول، انت اعطيتنا الحل بالنسبه للوصل، شو الحل بالنسبه للنصر؟ النصر بدون ما حتى كلمان، شو معنى انه مش نقعد كل اسبوع نعاود نفس الاسطوانه؟ من 10 سنوات حكيت على النصر وطلعوا لي في التلفزيون، ما خلاهم، ما قالوا لي ما تتدخلش وانت مين تحكم علينا، هاو النتائج، نتائج قاطعة، شو باش نزيدك انا اليوم؟ شو باش نزيدك؟ يقول لك اللعيبه لو في عقاب، مين اللي عاقب اللعيبه يا الاداره؟ معتز، الاداره مخطئ، غيرت الاداره ويا ابو اداره. لا لا، نحكي لك على، يقول لك اللعيبه لو في عقاب تو تشوف كيفاش زين، ليش ما عاقبوهمش؟ ومين اللي عاقب اللاعب؟ ما هو الاداره، هاي الاداره معاقبتهم، هاي النتائج. حاجه واحده، النصر ملي دخلت الامارات قولوا لهم مبروك على التحفه نتاع الملعب وبس، وربي يجيب اللعب. ياسر اتفق، اللاعبين بس اختصار يتحملون المسؤوليه، لكن في النهايه في اليوم واضح ان هناك ما لا يوجد استقرار. اليوم مشكلتنا نحن اذا 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 مجموعه معينه اعطت تكليف لاداره نادي، لاداره شركه، لاداره فريق، قبل ما اخذ هذه الامانه يجب ان انا اقيمها في البدايه، اعرف الخلل، انا قادر، اعرف المشاكل. طيب. فهمت المشكله، كثير من الادارات اللي تمسك تتحدى الناس المقالين، تتحداهم، ما تكمل عملهم او تشاهد اخطائهم وتقيم، لا تتحداهم. هذه اكبر مشكله اليوم في نادي النصر. طيب احنا تكلمنا عن الوصل وعلى العين، نادي النصر ايضا تاريخ، يمكن نادي النصر فتره بسيطه خذ كاس رئيس الدوله، خذ كاس الخليج مجلس التعاون، خذ كاس الاتصالات سابقا وكاس الخليج العربي. طيب. لكن في النهايه الدوري هو المقياس. اليوم احنا نشاهد الفريق يعني دبا المستسلم وشيد الدبا من لاعبين من اداري، ردوا صراحه، ردوا من مدرب الدوري، احنا كنا ايقنا انهم نازلين يا اخي صراحه. اليوم اغلب الناس وانا اولكم رشحنا دبا انه يهبط، انه يهبط، هو مرشح الى يومنا، مرشح بس يعني صراحة خلنا نروح في النهايه لما تشاهد فريق في الملعب عنده روح، عنده اصرار. طيب. محضر صح، يلعب صح. طيب. انت البارحه لاعب ضد الارسنال في افتتاح ملعبك، نعم، وحضور سيدي حمدان، الشيخ حمدان بن راشد، طيب، رئيس النادي يحضر، هل اليوم اللاعبين قدروا هذا الحضور؟ طيب. هل انتم جازأتوه، اعطيتوه مثلا مكافاه بالفوز في هذه المباراه؟ طيب دكتور باختصار، هل النصر دخل في صراع الهبوط ام لا؟ تكلم عن 5 نقاط، لا هو شوف 8 مباريات، هو شوف النصر يعني بعيد عن كمستوى الفني مقارنه بينه وبين 3 الفرق، هو بعيد، احنا ما نتكلم، مش فريق ما فاز
من 5 شهور. مو على عن الهبوط صعب النصر، ليش؟ لان الفرق بينه وبين الثلاث فرق كمستوى فني النصر ممكن يبقى. لكن المشكله النصر نحن دائما عندنا اسلوب الترقيع وليس اسلوب التقويم. النصر فتره طويله مش اليوم واحد، مش مشكله جو الاداره الجديده، تغيير الاجانب مباشره، تغيير مدرب، تغيير المدرب هذاك مع الاكاديمي فايز مبارتين مباراة، جبنا مدرب كبير كاسم ما فاز ولا مباراة. الان المدرب حتى مدرب المحبط انا اتوقع. النصر يحتاج الى تقويم، مش تقويم في يوم وليله، صح، مش في يوم ويومين ثلاث ايام، لا 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 لا، تقويم باسلوب تفكير علمي، هذا رقم واحد. وانا بعد يمكن كابتن معتز قال عن كابتن خليفه، نحن طبعا نبارك له ومن الكفاءات الاماراتيه على اعلى مستوى، لكن لابد نحن نعرف يعني هذا الرجل مهامه عشان نحن باكر ما حد يلومه هو. ايوه، هل هو جاي للاكاديميه؟ هل هو مدير التنفيذي؟ في فرق بين المدير التنفيذي، هل هو مدير فني؟ في فرق بين مدير التنفيذي اللي قرانا في الصحف، في فرق بين مدير الفني، لا في مدير تنفيذي رياضي، في فرق كبير بين مدير التنفيذي وبين مدير، يمكن يمكن انه مدير تنفيذي للامور الكرويه الرياضي، مدير رياضي ذكرنا خليفه من نجح نلتقي فيه ان شاء الله. ولكن انا كذلك اليوم عند جبل فجيره عندي كلمه بس، تفضل. انا بعرف هذا اللاعب ياسين مخيط مواطن هذا ولا ما شاء الله عليه، هذا لا هذا يعني ابن النادي، هذا غير طبيعي، هذا في الاردن يسمونه نشمي، هذا مش معقول، صح. كل مبارياته اليوم دفاعه هجوم، يسجل يصنع يعمل، من بدايه الموسم لاعب طيب. اجنبي فعلا مثال طيب. وقدوه لجميع اللاعبين. كل امانه الله يعطيكم العافيه، انا مضطر اختم. انا اسف للمخرج واسف للمعد، اسف اني طولت الحلقه هذه، مش متعود اني اسحب العلقه، لكن كله بسبب الكابتن رضا، يباني ارحب فيه في البدايه، طول الحلقه يعطيك العافيه. انا نبارك الانتباه ولكلكم هنا كلكم راهو بدون دريس فتوحي هم فازوا صح اهم اللاعبين. شكرا رضا، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه، شكرا ياسر، شكرا كابتن معتز، شكرا دكتور مصطفى، شكرا لكم على متابعتكم دائما مشاهدينا الكرام لجيم اوفر. ليلة لا تراها إلا في الإمارات، مساء وتتويج وثندر سنو وفرحة براشد والكأس والحضور الخيالي. دبي مشهد عالمي بهيج، صورة من هذا الوطن. الليلة كان العالم وكل العالم بيننا، عشنا معهم أمسية فخمة جدا في دانة الدنيا دبي، في ميدان على المضمار الشهير. حدث النصر الفريد، النجاح الاستثنائي، بعزم الفارس، ببأس الشاعر، بحضور العاشق للرقم واحد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. كان لابد من الوصول للهدف وتحقيق اللقب الكبير. مبروك للوطن، مبروك للوطن هذا الإنجاز العالمي في الكرنفال العالمي، في كأس دبي العالمي، في هذا الوطن العالمي. سمحون على خير. شمّي
وفي الخيل أسرار محفوظة بكتماني مضمر الظبي فيها وصفه محيني وعدوة الذيب في غفلة على الظاني شط من